رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وخلينا نروح كده مع بعض نشوف تقرير يحكي عن قصة ملهمة لشاب سعودي هاوي للفن الجرافيتي، تخصص في الرسم على الجداريات. قرر انه هو يتبع شغفه وموهبته حتى قدر انه ينقل هذا الابداع لاحد انفاق مدينة الرياض، طبعا واضاف لمسة فنية على المكان. التفاصيل نقلها لنا زميلنا ثروي المفلح، نتابع. يا طويل العمر 2014 بداياتي كانت خفيفة مرة على ورقة وقلم A4، حبة إلى الحين 2024 صرت أرسم جداريات، اللهم لك الحمد. 2014 إلى 2015 سنة كاملة، تخيل أنا جالس في البيت قاعد أتعلم من الزيرو. نفق المشاة اللي في الجوازات هذا هو مكان عام أخذته من المعهد الملكي للفنون التقليدية، جاني الترشيح من عندهم، اللهم لك الحمد كنت أنا الأول في الترشيح وأخذته وسويت التصميم ونفذته، اللهم لك الحمد. كان التوتال 20 يوم، خلصته في 15 يوم. يعتبر من الجرافيتي، لكن أنا الجرافيتي أو كلمة الجرافيتي هي الكتابات، مثلا تركي قاعد أشكل كلمة تركي، لكن أنا ما أستخدمها كذا، البخاخات أنا أخذها بالمنظر الجمالي، منها بدال الريشة خلاص بخاخ أسرع، فهمت؟ أو لا هو يتسمى جرافيتي. التصميم هذا مبني على رموز، الرموز هذه تعتبر إرث عندنا في المملكة، اللهم لك الحمد، أرسلوها لي. التصميم اللهم لك الحمد كان مرة بسيط وحلو ولذيذ وفرايحي أكثر، هو عرايس السماء البيذانة وفيها كم اسم في النقوش هذه، شكلت التصميم اللهم لك الحمد، الترشيح جاني أني أنا اللي أنفذها. بإذن الله أني أطمح أكون الفنان الأول في الرياض وفي المملكة، أنا طماع زيادة، وأكون أرسم في أماكن عامة. أوكي هنا الحمد لله راسم في مكان جميل، بس برضو أطمح للأجمل. طبعا أكيد نشكر زميلنا ثروي على هذا التقرير. لو أخذ كذا لقصة عن الفن الجرافيتي، قصة غريبة أودي، كيف تحول من شيء الناس كانت تنبذ هذا الفعل إلى أنه هو يكون معترف به؟ يعني تقريبا هو بدأ في السبعينات أو في الثمانينات، في ذيك الفترة في نيويورك تحديدا، ويسموه فن الشوارع، لأن كان الناس اللي يمارسوا هذا النوع من الفن يستخدموا كلمات، مصطلحات، رموز تعبيرية للناس اللي كانوا يعانوا من التهميش الاجتماعي. وتخيل يعني كانوا مطاردين من ناحية النظام والقانون ويتم سجنهم، وكمان يدفعوا غرامات كثير، واجهوا الكثير من التحديات، إلى ما أن تقريبا في التسعينات أخذوا الفن الجرافيتي وبدأوا يعترفوا بهم. في البداية كانوا مثلا يعرضوا أعمالهم، لأنه بشوف يعني جداريات مساحاتها كبيرة، فيها أنا مثلا جربت في تقرير سويناه هنا في برنامج سيدتي وعملت التجربة هذه، ترى الموضوع مو سهل أبداً. يمكن في 2019 يعني كيف يخلوا الخط رفيع، كيف يخلوه زي 3D، الألوان اللي بيستعملوها، تداخل الكلمات مع بعض الرموز ومع الرسومات، فن أكثر من رائع. وأنا مبسوطة أنه تم تحويل هذا الفن اللي كان يستخدم للتخريب إلى أنه هو فن لا يعني يقدروا يزينوا فيه الأماكن الكبيرة. رؤى يعني فعلياً 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 من أجمل الفنون اللي ممكن تشوفينها، مثلاً منطقة أو زاوية عندك ميتة، كيف الواحد ممكن يحيي بهذا الفن الجميل. واللي كان موجود معنا الفنان يقول لك أنا تعلمتها من الصفر، صح تعلمتها من الصفر، فمعناته أن الموضوع على كثر ما هو صعب، على كثر ما يمكن ربي يفتح فيها له أشياء كثيرة ثانية حلوة، فحبيت هذا الشيء. صحيح. وهذا الميزة أنه كيف إحنا ممكن نوظف هذه الطاقات الشبابية وطبعا الموهبة اللي تكون عندهم بشكل يكون جيد، وهم بالعكس يفخروا بالأعمال وبكل الأشياء اللي هم طبعا يكونوا تميزوا فيها. خلصنا للأسف تبغى نمدد
لا 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 طيب والله انا بقول ايه بس بتقول هي لا لا يا جماعه مشاهدينا عموما كذا وصلنا لختام حلقتنا نشوفكم بكره في نفس الموعد فمعنا الله.